حياكم الله. إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي، يأتيكم من قناة الرافدين. انخفضت أسعار صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي في أسواق بغداد وفي أربيل، ومع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية سجل الدولار 1505 دنانير، فيما سجل الدولار يوم الخميس الماضي 1500 دينارين. وسجل بيع الدولار في محال الصرف بالأسواق المحلية في بغداد 1515 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 1495 دينارا لكل دولار واحد. وفي أربيل بلغ بيع الدولار 1504 دنانير، بينما بلغ سعر الشراء 1502 لكل دولار. أعلنت وزارة النفط في العراق تخفيض وتقليص صادرات العراق من النفط الخام وتقليل استهلاكه المحلي. وأكدت الوزارة أن العراق قام بتخفيض إنتاجه وتقليص صادراته النفطية إلى 3,300,000 برميل يومياً، إلى جانب تقليل الاستهلاك المحلي. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التخفيض سيستمر خلال الأشهر المقبلة لضمان بقاء الإنتاج ضمن الحدود المتفق عليها وتعويض الفائض المنتج في الأشهر الماضية. أعلن فرع كركوك لتوزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط توزيع قرابة 300,000 بطاقة وقودية منذ اعتماد التجهيز بالبطاقة الإلكترونية. وقال مدير قسم التوزيع المخول بإدارة فرع كركوك لتوزيع المنتجات النفطية إنه سيتم بدء توزيع بطاقة الوقود الخاصة بمادة البنزين الأسبوع المقبل للأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم في شهر أيلول والنصف الأول من شهر تشرين الأول. كشف المدير أن البطاقات المطبوعة لمحافظة كركوك منذ تطبيق النظام على محطات الوقود بلغت نحو 300,000 بطاقة بشكل تقريبي. انطلقت فعاليات منتدى الأعمال التركية السنغالية الجمعة بمدينة إسطنبول التركية بحضور جودة يلماز نائب الرئيس التركي والرئيس السنغالي بشير جمعة فاي. وعقب اللقاءات الثنائية وعلى مستوى الوفود، أبرمت تركيا والسنغال خمسة اتفاقيات بالعاصمة أنقرة بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السنغالي بشير جمعة فاي. وشملت الاتفاقيات مجالات إنشاء مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والسنغال، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التحضر العمراني وفي مجال الطاقة والتعاون في مجال الميكنة الزراعية والتعليم. لنا هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.